والآن يطيب لنا أن نقدم الشاعر الدكتور الإعلامي الأديب الأريب الذي يعجز اللسان عن وصفه إنه وكفى الدكتور محمود خليل، فليتفضل لنستمع إليه شاعرا مكتوبا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنشغل عن محمود، فمثله لا ينشغل عنه. دي كان مرشح وكاتبه فريق إنشاد، يعني عملوه من حوالي 10 سنين، هو مسجل موجود على اليوتيوب. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب الرسول، وأشهد ربي على ما أقول، أحب النبي الشجاع الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وفي حبك الحق باب طبول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي الذي جاءنا بأنواره الخالدات السنة، وشرع يضم المنى والهنى، ينير القلوب ويهدي العقول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي أتى بالكتاب، بأحكامه جاء فصل الخطاب، وتشريعه النور في كل باب نزول، وآياته لا تزول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي ضياء سرى إلى الكون من جوف أم القرى، فأحيا به الله موت الورى، وسبح منهم حصى والطلول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي بسيف الجهاد، وبالمؤمنين الهداة الشداد، يطيرون لله في كل واد بمتن الرياح وومض الخيول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي اليتيم العفيف، بفضل الإله الكريم اللطيف، أعز اليتامى بظل وريف، مدى الدهر يغمرهم لا يحول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي وأصحابه وأتباعه ثم أحبابه، ومن نور المصطفى دربه، وبالله والحق أضحى يجول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي إذا الكون نام، إذا الليل يغشاه ستر الظلام، فيحييه نور الهدى والأنام، بفيض يعم القرى والسهول، يعم الذرى والسهول. أحب الرسول، أحب الرسول، أحب النبي بإسرائيل ومعراجه عند عليائه، غدا قاب قوسين من ربه دنا، فتدلى له بالقبول. أحب الرسول، أحب الرسول، وأشهد ربي على ما أقول.